وإياكم من خلال تغطيتنا المباشرة والآنية لمختلف الأحداث الحاصلة نهار اليوم، ونذهب بكم الآن إلى الندوة الصحفية لوزير الشؤون الدينية برفقة وزير الصحة في هذه الأثناء على هامش إذن يوم طويل. نتحدث عن الموضوع الذي اجتمعنا إليه، يعني علميا منهجيا نجتمع على موضوع السلامة المرورية، وليس ليس موضوعا جانبيا ولا موضوعا يعني قليل الشأن، بل هو موضوع من أهم الموضوعات التي حصدت أرواح الجزائريين، وكم تعرفوا الإحصائيات، ولكن لا بأس لأنه هناك جديد دائما. أول شيء يعني يتحدث بحضور معالي وزير الصحة وإصلاح المستشفيات، السكان وإصلاح المستشفيات، وهو خبير في هذا الموضوع، وإن كان ليس موضوعا أيضا أن يتحدث هو عن هذا، فلا نحرج يعني بالأسئلة الموجهة إليه، لكن أريد أن أقول بأن هذا الموضوع الذي هذا المرض الذي أصبح كما أخبرني السيد الوزير اليوم رفعت منظمة الصحة العالمية هذا التجند وهذا الاحتياطات إلى درجة الوباء. من دون شك أن الاحتياطات واجبة في الشريعة الإسلامية، واجبة في القوانين الوضعية، واجبة في القوانين الطبيعية في حد ذاتها، وإحنا النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا ألا ندخل صحيح على مريض ولا مريض على صحيح خشية العدوى. هذا الإجراء الذي قامت به السلطات السعودية مشكورة، ولاقت استحسانا من كل الدول، لأنه مكان يجتمع فيه الناس من كل عبر يعني كل بقاع الأرض، يحتمل أن يكون فيها أمراض، فهذا إجراء وقائي مؤقت حتى تسيطر يعني تسيطر الجهات المعنية على هذا المرض، وهذا إن شاء الله سيكون يعني بجهود العلماء وجهود الخبراء في هذا المجال. فالتوقيف هذا مؤقت، إلغاء الرحلات مؤقت، هو لصالح الناس، وما فيش يعني شيء ما يحدث شيء بانيك. احنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني سافر معتمرا في عمرة الحديبية، وحصر بأعدائه ورجع ولم يعتمر، وكانت بعدها عمرة القضاء، وهذا دخل في النسك، والقرآن الكريم حدثنا فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. بالنسبة للناس داخلين الحرم وهما داخلين بالحج، ولكن أو بالحج والعمرة، وبعدين جاء ظرف من ظروف منعهم من هذا الشيء، ما فيش مشكل. المشكل هو أن الإنسان يحافظ على صحته، وتعرفوا في الشريعة الإسلامية هناك الحفاظ على الأبدان مقدم على الحفاظ على الأديان، معناها الشرع جوز لنا نتيمم مخافة المرض، تتيمم تسقط الوضوء مخافة المرض وتروح للتيمم اللي هو طهارة بديلة، ما يعني التفاصيل ما كلام ندخل في موضوع كما، لكن باختصار نقول بأنه ليست الوكالة حبير بحل الدراهم، ولكن هل تموت الناس؟ بلك حتى هو يصبح في خطر، فالخطر أولى، دفع المفاسد أولى من جلب المصالح، هذه الشريعة تقول هكذا. وطبعا هذا قرار يحترم، الدولة الجزائرية احترمت هذا القرار، وكل الدول احترمت هذا القرار، وكل دول العالم لم يقل لها لماذا وكالتها السياحية راحت وسي، يعني الشاهد هذا أمر خطير للبشرية كل. احنا ندعي ربي إن شاء الله يبعد علينا هذا البلاء ويشفي جميع المرضى مهما كان نوعه، وشيء آخر يوفق العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من داء أنزله الله سبحانه وتعالى إلا أنزل معه دواء علمه من علمه وجهله من جهله. مفروض الخطاب الديني والعلمي نشجعوا الناس الخبراء والعلماء باش يكتشفونا، ماشي باش نتحدثوا على حاجه واحده اخرى يعني اللي فيها. ومع ذلك اشكركم على السؤال، بارك الله فيكم. في سؤال اخر؟ كاين سؤال اذا يمكن يا معالي الوزير، بالنسبه لموضوع اليوم وجهتوا تعليمات لمختلف مساجد التراث الوطني للالتزام بعمليه ارشاد التوعيه، اكثر تفاصيل. احنا هذه كما ذكرت احنا اطلقنا حزمه اجراءات من هذه التوعية والتحسيس، والخطاب الديني يوجه الناس في جميع المجالات. احنا خدمنا البيئة، خدمنا الصحة، خدمنا الشأن الاجتماعي، خدمنا يعني الغش مع وزارة التجارة والتطفيف المكاييل، ليس هناك موضوع إلا والمسجد كما ذكرت لكم هو في قلب المعركة وفي قلب الحدث، وإحنا مستعدين نتعاملوا مع كل الشركاء. لماذا؟ لأنه شيء يهم أي جزائري، احنا موجودين لخدمته، وكل الحكومة تخدم من أجل المواطن، وحتى رئيس الجمهورية في التزاماته 54 جعل الأولويات هي شأن المواطن وأهمية المواطن، بدليل أنكم شفتوا كيف سلط الضوء على ما يسمى بمناطق الظل، لأن هناك معاناة، وإحنا نسعى إن شاء الله إلى رفع هذه المعاناة. شكرا لكم. من خلال يعني مدى الوقفة الاحتجاجية للإمام، يعني هو قد عمل بالتصعيد في الأيام القريبة،
الاعلام انه قالوا مقاطعه ربما المجموعات، كيفاش ترجعوا على هذا؟ احنا شوفي اختي، احنا الامام على راسنا وعيننا، الامام هو تاج روسنا، الامام هو يعني هو الشخص اللي يقدروه كل الناس، يقدروه يحترموه، وكاين عنده قنوات باش يعبر على اي مشكل من المشاكل. اذا كان هناك يعني ناس حبوا يتحدثوا في شان من الشؤون، في نقص، في نقص من 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 في حياتهم، في راتبهم، في هناك قنوات. القنوات اللي تعنى بالنقابات هو الاتحاد العام لعمال الجزائريين اللي تابع لوزارة العمل، وبالتالي احنا اقصد يعني العمال في حد ذاتهم يتنظموا هؤلاء ويحلوا مشكلهم النقابي. هناك مشاكل نقابية تحل لأنه في شهر مارس تجدد النقابات، أما الأشياء الأخرى فكثير من المسائل متكفل بها، وأنا قلت هذا أكثر من مرة. عندما نشوف بعض المطالب التي يتحدث عنها إخواننا الأئمة، قال السكن، احنا قلنا بأن استفادوا من 6100 أو 200 سكن، ولكن الولاد هم الذين يباشرون توزيعها، مش وزير الشؤون الدينية. عندما يطلب من الوزير يعطيه قائمة، أنا ما نقدرش نعطيه قائمة، هذا الوالي هو الذي يعطيك القائمة. ثم احنا عندنا ثقة في الدولة تاعنا، احنا كي نقولوا كاين سكنات موجودة يعني هذا شيء. والاحتياجات الموجودة على مستوى وطني حوالي 7000 شخص يحتاج إلى سكن، 7000 إلى شخص، احنا وفرنا 6200 وزيادة. طبعا تدرس ملفاتهم، كاين دراسه كما راه المواطنين اللي عندنا يحتاجوا سكن، هناك دراسه لملفاتهم وعلى مستوى المحلي سواء كان في البلديات او على مستوى الولايات. هذا الشك، هذا شيء ما تحدثنا على حمايه القانونيه للامام. قلنا وكررنا بان المشروع الذي سيقدم قريبا للبرلمان للمصادقه عليه هو موضوع حمايه الامام والاجراءات المتعلقه ب القانون العقوبات، فيه تعديل في هذا الموضوع وهذا منصوص عليه، وهذا قال وزير العدل وقالته وزارات مختلفة، ولكن وقلتها أنا، ولكن نريد من إخواننا أن يستمعوا بأن هذا الموضوع متكفل به، زيادة على أن الدولة تتكفل بكل إمام اعتدي عليه، كما اعتدي على الأستاذ، كما اعتدي على الطبيب، كما اعتدي على، فالدولة متكفلة بهذا. وكل الناس اللي تعدوا على الأيمن تاعنا راهم الدولة العقاب تاعهم راهي في السجن، يفي واش نزيدوا اكثر من هذا؟ يعني القول بان الوصايه ساكته، انا نشوف باللي فيه، يعني احنا شوفي احنا اختي الكريمه، احنا ائمه نصدق الناس، نصدق الناس، احنا الكلام اللي قلناه بصدق وباخلاص، وما ما عندناش دو ديسكور، عندنا كلام صادق عن واقع وعن احصائيات وعن كل شيء يعني يمكن ان نتحمل مسؤوليته. في القول بانه حكينا صمت رهيب للشيء آخر، نتحدث في المطالب وكل إنسان مشروع يدير مطالب، ولكن في القنوات اللي تكون فيها قانونية وتكون فيها أداب وأخلاق، تكون فيها أداب وأخلاق. احنا لما نطالبوا بتحسين حقوقنا نطالبوها بأخلاق، وإحنا في ظرف نحتاج إلى أن لو ما يكونش إنسان يعني أي حاجة نخرج للشارع ونروح ندير، كاين قنوات مرحبا بكل الناس، علاش حتى علاش نخرج للشارع ونروح يعني ندير حاجه اللي ممكن الناس ما يفهمونيش مليح، لانه الشارع ماهوش هو الشارع اللي يعني اللي يقدر نبلغ خطابي هذا في هذه النقطه. الدوله يعني رافقت الحراك وسمعت مطالب الشعب، الان كل شريحه في المجتمع تلبي طلباته حسب، احنا نعرفوا بان الحكومه عندها اولويات والدولة عندها أولويات. أنا كانوا الناس يطالبون بعض الأشياء وإحنا في قمة الحديث عن البرنامج داخل البرلمان، إحنا برنامجنا مازال عند البرلمان والناس تحب يعني خلي يكون إنسان يعني واقعي. مثل المرحلة السابقة الناس يتحدثوا على بعض الحقوق وإحنا نتحدثوا على الانتخابات باش نوصلوا البلاد لبر الأمان، فهناك أولويات. عمرنا ولا سكرنا ببالنا، والإدارة نتاعنا تتابع إخواننا يعني الأئمة سواء كانوا في تنظيم نقابي أو خارج، مرحبا بهم جميعا. ثم أنا نوجه حاجة لوسائل الإعلام، يعني احتجاج اللي يكون فيه 50 أو 60 إمام أو 100 إمام، عندنا أكثر من 23 ألف يعني من الإطارات، ما نقولش ما هم يعني راهم في وضعية حسنة، ولكن إذا طالبوا يطالبوها عن طريق القنوات المعروفة، وهناك أشياء ونجيبهم كذلك عن طريق القنوات المعروفة كما رانا نحلوا مشاكل سواء كان في قطاعي أو في قطاعات أخرى. فليس الأمر محتاجا إلى كل هذا التضخيم. وما قلنا للشخص بأننا ما نسمعولكش، ما
بالعكس مرحبا بكم في كل وقت. اللي عنده مشكل نقابي يروح يسوي المشكل النقابي نتاعه، واللي ما عندوش مرحبا به. واذا ما جيناش في اي تنظيم يجينا كامام نحن نستقبله. عنده مشكل، كاين امام عنده مشكل في التحويل، امام عنده مشكل الراتب كما قلت لكثير من اخواني، رواتب الموظفين هذه تتعلق بميزانيه الدوله، تتعلق بالوضعيه التي نعيشها. ولكن احنا فكرنا في طرح يعني علاوات، في طرح يعني، وهذا امر ان شاء الله للمناقشه وما كانش فيه يعني شيء يغيظهم. فانا نقول لهم يعني انتم اخواني، انتم ائمه، انتم ورثه النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان ساميا في خلقه. النبي صلى الله عليه وسلم ليس يعني كان حليما، سمحا اذا باع، سمحا اذا اشترى. كان النبي صلى الله عليه وسلم خلقه السماحة، خلقه التواضع، خلقه لا يرفع صوته في الأسواق، ليس صخابا في الأسواق، ليس يعني غليظا، ليس القرآن الكريم يقول ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. احنا هذا الشرطي خونا، الشرطي هذا احنا كنا نحميه ونقول له بارك الله فيك، نرافقك في خدمتك في الأيام الماضية، نرافق على الجيش. انا لما الشرطي يقول لي يعني يعطيني نصيحة أنا نأخذ بنصيحته، وأنا كذلك أقدم نصيحتي. فأظن أن الأمور يعني تحتاج إلى يعني شيء من الروية، شيء من التعقل. ومرحبا بهم جميعا، شكرا لك. لا أسمع عندك. إذن مشاهدينا الكرام تابعتم إذن كلمة وزير الشؤون الدينية سيد يوسف بالمهدي الذي كان متواجدا رفقة وزير الصحة سيد عبد الرحمن بن بوزيد.